السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد باش نشارك معكم واحد البون بلان شي كوكون بيبي. الناس اللي ما كيعرفوش كوكون بيبي سي اون بلاتفورم انستغرام سيت ويب وفيسبوك اللي كتعطيكم بزاف ديال لي كونساي عندهم علاقه بالامومه، يعني لاليتمون، غروسيس، اكوشمون، لي سوان بيبي، بيريكولتور، يعني اي حاجه خاصه بالعالم ديال الامومه. لكن هاد النصائح هادو كيعطيهم لكم دي زيكسبير وناس اللي مختصين في المجال. لكن صراحه انا جيت نهضر لكم دابا على البيبي كارد وهو البون بلان ديال هاد لا فيديو. البيبي كارت سي اون كارت اللي كتخول لكم انكم تستافدوا من دي ريدكسيون او لا تخفيضات اللي مهمين بزاف اللي كيوصلوا بارفو حتى ل 40%. كاينين جوج ديال لي كارت، كاينه البينك كارت او الكارت اللي كتكون اون روز صالحه 12 شهر يعني عام كامل وكدير 500 درهم، وكاينه الكارت الثانيه اللي بلو كارد او لا كارت اللي كتكون اون بلو صالحه 3 شهور وكدير 300 درهم. تقدروا تستافدوا من لاكارت عند اكثر من 150 بارتنير بزاف ديال الحوايج، بيريكولتور، لي فيتمون، لي سونتر دو لوازير، لي بارافارماسي، فريمون اي حاجه تقدر تفكر فيها اون مامون تحتاجها هي ولا وليداتها غادي تلقى ضروري شي بارتنير فيهم. وغادي نخلي لكم اون بار دانفو ليست ديال لي بارتنير، يعني هكا باش تعرفوا فين تقدروا تستخدموا لاكارت ديالكم. وصلنا دابا للسؤال المهم، هو فين نقدروا نشريوها؟ غادي تلقاوها في فناك، غادي تلقاوها في livremoi.ma، وغادي تلقاوها في دوت. غادي نخلي لكم لو ليان اون بار دانفو باش تمشيو نيشان تعرفوا فين تقدروا تشريوا لاكارت ديالكم. باش تستعملوا لاكارت سي سامبل، الا كنتوا غادي تمشيو نيشان للمغازان اللي غادي تاخذوا منهم غادي ديو معكم الكارت ديالكم، غادي ديو معكم السين ديالكم، سي فاسيل. اما الا كنتوا غادي ديروا اش اونلاين او لا تشريو بار انترنت غادي تكونتاكتيو المغازان اللي بغيتوا تاخذوا منه او السيت اللي بغيتوا تاخذوا منه، وغادي تقولوا لهم اننا بغينا نديروا مثلا لي زاشا اترافير البيبي كارد، وهما غادي يعطيوكم ولا يديروا لكم لي ريدكسيون لازمين وصافي. فوالا سي تو، هذا هو البون بلان اللي بغيت نبارطاجي معكم. جيسبر بيان انكم تستافدوا منه. الا عندكم دي كيسيون ولا شي حاجه اللي ما واضحاش مزيان نيزيتي با تخليوها ليا في الكومنت سيكشن، غادي نجاوبكم بيان سور افيك ان غون بليزير. كاع لي ليا غادي تلقاوهم اون بار دانفو هكا باش تستافدوا وتفهموا اكثر على الكونسيبت ديال لاكارت. نشوفكم ان شاء الله في دوطخ فيديو. السلام عليكم، تهلاو في راسكم بزاف وتهلاو في وليداتكم.